مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، والنهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، وأتمنى يا رب أن الحلقة تنول إعجاب حضراتكم. النهاردة هنعمل وصفات بسيطة لكل أصدقائنا اللي حابين يعملوا معجنات بسيطة بعجاين سهلة، حاجات متوفرة في البيت. هنقول بدائلها وهنقول نقدر نشيل إيه ونحط إيه، كل حاجة أنتوا عاوزينها، مكونات بسيطة جدا موجودة في البيت نقدر نعمل منها حاجة حلوة جدا. هنبدأ أول وصفة معانا هي وصفة الكيش. الكيش ده نوع من المعجنات الفرنسية، مجرد دقيق وزبدة، حاجة كده قريبة من السابلي، بس مع اختلاف انه ما بيتحطلوش نسبة سكر، يدوب بس شوية مية متلجة كده، بيعتمد على العجينة دي. هنعملها مع بعض ونشوف العجينة بتتعمل ازاي، وهنتكلم عن اي حشو موجود عندنا في البيت. انا النهارده عندي مثلا شويه سبانخ، عندي بصل، جبنه، ثوم، هحط شويه بيض. هنطلع حاجه كده جميله جدا لكل اصدقائنا اللي بيحبوا حاجات سريعه. تعالوا بينا نبدا نقول ايه المكونات مع بعض. عندي للكيش العجينه هتحتاج 2 كوباية وربع من الدقيق، حوالي تقريبا 280 جرام، معلقه صغيره من الملح، 1.25 كوباية من الزبده متلجه او ساقعه، يعني حوالي 170 جرام. عندي حوالي من 4 لـ6 معالق ميه متلجه، يعني ميه ساقعه من التلاجه. طيب الحشو ايه؟ الحشو ده يرجع لحضراتكم، لكن نقدر نعمل اي حشو انتوا عاوزينه، يكون خضار، يكون هنتكلم برضو عن ده واحنا شغالين. انا النهارده عندي حوالي نص بصلايه، في ابيض واحمر، ولو في اخضر يا سلام، يعني خدوا الفايده منه. وعندي 2 معلقة من الزبده، وتقدروا تستخدموا الزيت بس مفيش اي مشكله، ونكتفي ان العجينه بس هي اللي فيها نسبه الزبده. عندي زنجبيل فريش، وده اختياري، اللي مش حابب ممكن يحط باودر. عندي سبانخ. طيب دي حشوه، ممكن احط مشروم، ممكن احط فلفل الوان، ممكن احط اي حاجه انتوا عاوزينها. طيب زيتون، اي حاجه. انا دلوقتي عندي طبقه للكريمه. ايه هي الطبقه دي اللي بتدي له كده الشكل الحلو؟ هي عباره عن 3 بيضات عليهم 1 كوباية من الكريمه، حوالي تقريبا يعني 250 جرام، يعني 1 كوباية. رشه من جوزة الطيب، اي حاجه فيها كريمه بتتحط لها رشة جوزة الطيب، بتدفي طعم كده رائع معاه. طبعا ملح وفلفل. بواقي جبنة رومي، بواقي جبنة شيدر، بواقي أي نوع عايزة تحطوا فيها جبنة بيضة، ماشي، يعني اللي يناسب حضراتكم وموجود في البيت وبتحبوه كمكونات. أنا يمكن عملت المكونات دي، حضراتكم تقدروا تشوفوا مكونات تانية مناسبة ليكم. أنا هبدأ أقول بسم الله، بسخن هنا الطاسة وهبدأ أشتغل في العجينة. العجينة بسيطة، ليها طريقتين. لما اتعلمتها اتعلمت ان الدقيق بيتحط على الكاونتر كده، والزبده بتتحط فوقه، وبعدين ورشه الملح، وبنبدا نقطع بيه القطاعه بتاعت العجين كده 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 الزبده، بس شويه اكسر في الجموديه بتاعتها، وبعدين اشتغل بيها بايدي، عشان هو مجرد بجمع، يعني بجمع العجين بخلطه مع الدقيق وادخله فيه، وبعدين اربط بشويه الميه الصغيرين دول. دي العجينه الاصليه، الكيش الفرنسي المظبوط، يعني هي أكلة شهيرة جدا في فرنسا على فكرة، بيعملوا يوم احتفال بيها في العالم كل سنة، تقريبا أعتقد يوم 20 مايو، يعني يا رب ما كنتش أخطأت في التاريخ. فطبعا هي من الأكلات الإيه المشهورة جدا. بسم الله، أنا هاخد كده الدقيق وهنشتغل ونشوف برضو نوع الدقيق اللي معانا. نستخدم دقيق ممكن يكون اللي هو لكل الاستخدامات، مش هيجرى حاجة. وآدي الزبدة، الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني هتكون ايه فكت السقوعيه بتاعتها دي، وبقت ايه اقدر ان انا احط صباعي كده اضغط بيه الاقي ساب اثر، لكن مش كريمي، ما ساحتش قوي. واحط الملح عشان هي عجينه حادقه، طبعا انا هستخدمها في الحادق. نرفع دي بس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي هقلب كده الخليط شويه، يعني ادخل الزبده جوه الدقيق ورشه الملح. بسم الله. اعملها بايدي جدا باطراف صوابعي، مفيش اي مشكله. خليني برضو البس الجلافز عشان لو انا حبيت اوري لحضراتكم الشكل ده مفيش مشكله، اعملها على ايدي عادي ببوله، مش محتاجه عجان. انا بس ايه بحاول اساعد عشان الوقت. بسم الله، هاخد الاسباتيولا برضو كده انزل الحروف لحد ما اطمن ان ايه
بسم الله. بصوا بتبدا تدخل تبقى كده تحسوها انها مفروله، دي مرحله هتتربط بقى بكام. بصوا الميه هنا محطوط فيها تلج ازاي، اهي الميه فيها تلج، حاطه التلج فيها عشان تبقى ميه متلجه. دي مهمه تربط بقى معايا وتمسك كويس. المفروض ان العجينه دي بدخلها التلاجة ان انا اريحها على الاقل نص ساعه قبل ما اشتغل فيها، بلفها في ستريتش وادخلها التلاجة تمسك نفسها شويه، وبعدين بفردها بين ورقتين زبده عشان احافظ عليها ما تتكسرش، هي هشه شويه وما فيهاش نسبه سوائل كتير، هي معتمده على الزبده والدقيق، دي العجينه الاصلي. طب ايه البديل ليها؟ البديل عندنا اللي هي عجينه الرقائق الهشه، بتتباع في السوبر ماركت، في منها بيبقى مربعات كده تتحشي بيها زي السامبوسات الصغيره، وفي منها بتبقى بلوك كده حاجه كده حوالي مش عارفه 300 جرام 200 يعني 300 جرام 400 جرام اعتقد. انواع كويسه نقدر نجيبها ونستخدمها، ودي بتبقى العجينه اللي هي بتاعه الباف بيستري. طيب هنقلب بقى كده، اول ما تبقى بتدخل كده وهنا ممكن ابدا اشتغل على الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه زيت، اهم حاجه انتوا قولوا لي الوقت يا حبايب. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الله هتعملوها مفاجاه. طيب ماشي يا حبايب، بصوا بقى، بصوا ابدا اما امسكها انا ما اجمعها كده بتتجمع معايا، هو ده المقصود منها. هزود عليها دلوقتي كام معلقه الميه دول هتمسك معايا. انا بصوا مش عايزه اعجنها، انا عايزه اجمعها خلاص. طبعا حراره الايد بتفرق جدا، انا معلش اسمحوا لي بقى مش هحطها في العجان خلاص، هشيلها كده وهعملها مع حضراتكم دلوقتي حالا. ماشي بسم الله، هاخد الميه وهنا هرفع بس الزيت دقيقه، هاخد بوله هوري حضراتكم فيها شكل العجين كده. بسم الله هجمعها هنا عشان تشوفوها حضراتكم هنا افضل. في واحده طارت هنا اشيلها عشان ما تتحرقش. اوكي بصوا بقى هجمعها بنقطتين ميه، هاخد كده معلقه واشوف اهي. بصوا جميله ولينه وجميله ازاي، وكل ما الزبده تبقى ساقعه كل ما العجينه تبقى جميله. ممكن تاخد معلقتين ميه وممكن تاخد ثلاثه وممكن تاخد الاربع معالق، وده نوع الدقيق. اوكي شايفين ازاي اهي اهي، هجمع كده. شفتوها اتجمعت ازاي، هنحط واحده كمان معلقه واحده بس وخلاص، بس كده تمام اهو اهو. شايفين ازاي، يلا بينا. المفروض بقى احطها دلوقتي في الكلانفل واسيبها نص ساعه ترتاح زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. ادي العجينه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. اعملوا بقى دي اساس لاي حشوات، سواء بقى في التارت او الكيش الصغير، القوالب الصغيره بتاعه التارت، زي ما حضراتكم عايزين. انا دلوقتي هاخد كده اجهز الحشو الاول، وايه وهنبدا بقى، هكون سبتها ترتاح بس هعملها كده في البلاستيك. بسم الله الرحمن الرحيم، احافظ بس عليها عشان ما تنشفش، وبعدين نفردها مع بعض اهي. بسم الله كده اهي، وايه هسيبها شويه كده المفروض تدخل الثلاجه، بس انا عقبال ما اعمل بس الحشوه. نبدا بقى مع بعض نشوح البصل. اول حاجه هنشوح البصل اللي احنا ده. معانا حاجة سعاد، سلام عليكم. بسم الله حاجة سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ ازاي صحتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بنتي، ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا حبيبتي.
حبيبتي ويتعبك ما يحرمك يا رب، ربنا يبارك لك. امين يا حبيبتي، انت تسلمي لي على الدعوه الحلوه. اتفضلي. عايزه اسالك سؤال بعدين. اتفضلي يا فندم. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. اللي احسن درجه تتعمل على ماكينه اللازانيا انهي درجه؟ طيب حاضر، على حسب انت هتعملي بيها ايه، اسباجيتي اصل هي هقول لحضرتك العجينه وهي تخينه لازم تاخديها درجه درجه من الواسع لحد الضيق. اولا ناخدها بلوك الاول لحد ما تضيقي على اخر حاجه تبقى رقيقه جدا، لازم تاخديها من الاول للاخر. يعني هاخد الواسع الاول، معلش الصوت يا اولاد وضحوه لي بعد اذنكم، انا سامع حضرتك. لازم ناخدها معاك، يعني لازم ناخد الدرجات كلها. كل اولا لازم العجينه تمر بكل الدرجات، تتفرد لحد ما تبقى مع حضرتك السماكه اللي انت عايزاها. ولازم بين كل مره والتانيه احط بينهم دقيق عشان تسهل على حضرتك الحركه في المكنه لحد ما تتفرد. وما نحطش العجينه مره واحده، قسميها حضرتك، قسميها، قسمي العجينه ما تحطيهاش كامله، مره واحده بلوكه واحده. تسلمي تسلمي حاجة سعاد، ربنا يخليكي، تسلمي لي، شكرا لمكالمة حضرتك جدا. هو لازم طبعا انا لما بعمل العجينة بتاعة المكرونة لازم اخد المكنة باخدها في الاول الدرجة الواسعة علشان امرر العجينة اللي هي بلوك دي بتخانة معينة تنزل تبدأ تفرد معايا، وبعدين اغير الـ يعني اروح عاملة تاني درجة واروح منزلاها منها لحد ما تبدأ تتفرد معايا، تبقى تطول العجينه وتبدا تبقى رقيقه جدا. بين كل مره والتانيه لازم ارش بينهم دقيق عشان لما تتحرك في المكنه ما تلزقش، فتفضل سلسه لحد ما حضرتك توصلي للسماكه دي. وبعدين لما بتبقى العجينه حضرتك لو مثلا هفترض عامله كيلو دقيق مثلا، حضرتك قسمي العجينه ما تاخديهاش على الكميه كلها، قسميها ثلاثه كل جزء نبدا نفرده، فيعمل مع حضرتك يعني يبقى مريح ليكي وعلى ايديكي وتقدري تتحكمي كمان فيها. طيب معانا جيهان، اهلا وسهلا. هضيف فص الثوم عشان في سبانخ. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك. الحمد لله يا روح قلبي. لو سمحت انا عايزه اعرف طريقه ايه يا اولاد؟ الفينو والكايزر. عينيا ليكي، حاضر، من عيني. طريقه الفينو والكايزر. وضحوا لي الصوت بعيد عليا من فضلك. وسلامي كتير قوي 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 للكابتن حبيبتي. يا حبيبتي يوصل، شكرا ليكي ولذوقك، عينينا ليكي. طبعا الفينو والكايزر احنا في عجينه انا هعملها ان شاء الله، اوعد حضراتكم ممكن الاسبوع اللي جاي نعملها مع بعض. العجينه دي تطلع لك كل انواع العيش اللي انت عايزاها وسهله عليكي. هترتاحي لانه كمان لازم تشوفيها، مش هينفع اقولها لك، لازم تشوفي التبس بتاعتها وتشوفي انت بترولي كمان الفينو ازاي عشان تبقى الموضوع رؤيه العين. ونعمله مع بعض ونعمل منها محشي كمان حاجات، لانها بتبقى الحقيقه خفيفه، الصيف بيحب الحاجات الخفيفه. انا حطيت رشه جوز الطيب، شوحت البصل، هاخد دلوقتي السبانخ، بس السبانخ دي عشان فروزن مجمده انا هعصر الميه لازم اللي فيها. بصوا اهو اهو، اوكي، بصوا كده هعصر الميه اللي فيها. طبعا لو سبانخ فريش هيبقى احلى واحلى طبعا، اذا حضراتكم يعني عندكم الفريش ده يبقى اجمل، ناخد الفايده احسن يعني. اهو اهو، لازم اعصرها عشان ما تبقاش فيها نسبه الميه تبوظ لي العجينه، او تنزل الميه دي ما تخليش العجينه مقرمشه، تخلي العجينه يعني لينه كده ومش حلوه تطرى. طيب هنشف كده، هنشوح بقى. انا هنا شوحت الزنجبيل، شويه ثوم مخلوطين معاه مع البصل. بسم الله. بص يعني هو الحشو بسيط ما فيهوش حاجه، تقدروا بقى انتوا تعملوا فيه مشروم، فلفل الوان، تحطوا خضار، بسله، جزر، قطعوه زي ما انتوا عاوزين، تحطوا مع البسله مع السبانخ دي سلق وتستفيدوا منه، تقطعوا ورق السلق وتشوحوه مع السبانخ بيبقى جميل ومفيد قوي، شويه كزبره خضراء، يعني اقصد اللي حضراتكم تشوفوه وبتحبوه. طيب انا بقلب كده، حط رشه بس جوز الطيب فوق السبانخ. السبانخ ليها فوائد كتير جدا على الرغم ان احنا كلنا هتنام وصح عشان جوز الطيب. السبانخ طبعا ليها فوائد كتير، انا عارفه ان الاطفال ايه يمكن مش
لكن طبعا هي فيها نسبه الياف كبيره ونسبه ميه حلوه، وطبعا مهمه للامساك. الناس الممسكه جدا اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، السبانخ دي هايله. طبعا نسبه حديد عاليه جدا، فيتامينز عاليه فيها كتير، يعني فيتامين ألف وفيتامين سي غنيه بيه، ودول فعلا بيقووا الجهاز المناعي بجد. يعني احنا الاكلات دي مهمه. احنا زمان لما كانوا اهالينا بيقعدوا يضغطوا علينا، انا ما كنتش احبها زمان ولا هي ولا القلقاس، فكانوا يعملوها بشكل ايه يبقى مغري، فيحطوها ساعات في العجه. في ناس كانت تعمل العجه بالسبانخ او تعمل معها البيض وتتعمل العجه بالسبانخ، بتبقى جميله جدا، لانه هم حطوا حاجات كتير قوي احنا بنحبها ومش عارفين دي ايه، فيقولوا لنا دي خضره، دي شبت، دي مش عارف ايه، كنا بنصدق يعني. ما اعرفش الجيل ده دلوقتي بيبقى اخباره ايه. هرفعها بقى من على النار وهبدا اجيب كده مع حضراتكم القالب. بصوا بقى القالب ده قالب كده ايه لطيف، انا مش هدهنه ولا حاجه لان اصلا العجينه فيها نسبه زبده كويسه جدا. القالب ده لو انتوا حابين تقدموا فيه التارت، لكن في قوالب تانية خاصه بالكيش او بالتارت، القوالب دي بتتفك عشان تطلعوه بره القالب. بسم الله. هبدا بقى انا اخد كده العجينه دي، خلي ده هنا اهو، المفروض انها تكون سقعت، المفروض انها تكون سقعتها اهو كده، هحطها بين ورقتين زبده كده هنا ده، وهاخد الورقه الثانيه فوقها تسهل عليا فردها. بسم الله. خلاص اهو، والمردنه بسم الله. مش عارفه يا مصطفى انت جايب لي دي ارفع بيها اثقال يعني. ماشي ماشي يا مصطفى، شكرا. ما هو عشان دايما الرجاله ما شاء الله يعني جاب لي اصغر حاجه عنده. فعلا فعلا ماشي يا مصطفى، فيعني بيلعب العاب قوه، فانا بقى بصراحه ايه قلت ماشي يعني، انا ايديا ما تستحملش كده يا مصطفى. ونبدا بقى بالراحه جدا، وممكن نجيبها كده بالعرض، هشيل بس دي عشان عامله عائق هنا. بسم الله. ونعمل كده، وطبعا حضراتكم تقدروا تعملوها بقى كمان في قوالب الطرط الصغيره، عارفينها اللي زي ما كنا بنروح كده للمحل الحلواني نلاقي قوالب الطرط الصغيره، مش السابلي، مش السابلي الصغير قوي يعني، الاكبر شويه وسط كده، نقدر نعملها بقى وحدات كيش كده، بتبقى جميله قوي. وعلى فكره اي حشو في البيت بقى عند حضراتكم، عشان كده بقول لكم ما ترموش دايما الجبن، لو اتبقى منها حاجات نشفت ما ترموهاش، اضربوها في الكبه واعملوها في اكياس ثلاجه في الفريزر، هتنفع في الحشوات دي قوي، هتحتاجوها قوي، بدل ما تضطروا تكلفوا الاكله دي جبان من بره، هيبقى عندي انا كان عندي شويه موزاريلا وعندي شويه شيدر استفدت بيهم، بواقي جبنه رومي. طيب هاخد كده، كفايه دي مرعبه. دي مرعبه ال 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 دي، الواحد يحطها في العربيه صح، اي حد يقرب لي. بصوا بقى، بسم الله كده هعمل ايه بقى، هدخل هنا عشان ادي الرسمه دي، شايفين القالب من هنا اسكنه كويس، يعني ارخي العجينه كده وابدا اسكنها هنا كويس، وهي عموما معموله وتعلو سنه كده عن الاحرف عشان هي بتنزل سنه يعني بتهبط سنه، لو عندي حته زياده وهنا حته ناقصه هكملها كده اهو، شايفين حضراتكم ورقه الزبده اللي انا استخدمتها مش هرميها، هوريكم انا هستخدمها في، احنا عندنا حبوب ولا حاجه زياده يا مصطفى؟ ماشي هوريكم بقى الطريقه المظبوطه جدا لما نيجي نعمل بقى حاجه محشيه كده زي التارت او الكيش مظبوط، وحتى لو بتعملوا تارت حلو بعجنته تسكنوه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنديله تسويه 90% مثلا عشان ما يبقاش ناشف قوي. وتعالوا كده نقفل. معانا فاتن، اهلا وسهلا، السلام عليكم يا فاتن. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، اهلا منورانا حبيبتي، انت عارفانا قوي على فكره بس. يا رب يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي، تسلمي يا رب.
يخليك. قولي لي لو محتاجة أي حاجة. عايزة تضيف عمل الخرشوف البيت. الخرشوف عينيا، عايزة تحشيه أي حشو ولا عايزة حشو معين؟ لو عايزة حشو معين قولي لي. أي حشو بس تكون حاجة حلوة. حاضر من عيني. لا حاجة حلوة هنزلهولك حالا. لا حالا هنزلهولك حالا. انا مش سامعه على فكره التليفون بعيد الصوت قوي، فانتوا حتى وضحوا لي الكلام اذا تكرمتوا. بصوا باخد الحروف كده واجمع دول اهو. ممكن ننزل يا نودي الخرشوف اللي احنا عملناه بالخضار ليه فات. بعد الفاصل هنزلهولك ما تقلقيش باذن الله. هاجي بقى بصوا العجينه خلاص اتسكنت ازاي. عايزين تديكوا كمان نتيجه احلى، حطوه يسقع شويه في الثلاجه قبل ما يستوي. هاخد شوكه وهعمل كده عشان افرغ الهواء ما تنتفخش. فاللي انا عاملاه تحت ده انه ياخد الحشو كانها مساحه كده احط فيها الحشو ما يملاش للاخر ويعلى ويبقى كانه طبقه مسطحه. عشان كده احنا بنعمل الخطوه دي. شايفين ازاي؟ حتى في الجناب على فكره، حتى بعمل كده كمان في الجناب اهو. تعملوا كده برضو في التارت. هنحط الحشوه بقى كده، شايفين ازاي؟ تعالوا بقى بسم الله. هاخد اول حاجه الطبقه بتاعه الحشوه الرئيسيه اللي انا قررت ان هي دي تبقى الحشوه بتاعتي، السبانخ مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الريحه روعه طبعا على فكره، يعني حاجات بسيطه بس هي السبانخ بتحب الثوم، تحب جوز الطيب. هنعمل لها بقى حشوه جميله للتارت بتاعنا. بصوا انا المفترض ان انا قبل ما احط الحشوه دي اخد ورقه زبده واحطها هنا وادخل الكيش ده فوقه كده اي حاجه من الحبوب تكون عندي ومش حباها، يعني مستغنيه عنها، عشان هي لما تدخل الفرن هتطلع مش هينفع اطبخها، فيفضل عندي واحتفظ بيه في برطمان. كل ما اجي اعمل تارت او كيش اطلع البرطمان بتاعي احط عشان اظبطه. ان شاء الله تقعد عندي 10 سنين. انا عندي واحد بقاله 10 سنين بستعمله، حبوب من 10 سنين بعمل بيها التارت ده. تعالوا بقى ناخد بوله كده وممكن ادخله زي ما هو كده من الاول للاخر، اللي يريح حضراتكم اعملوه. بسم الله. هاخد كده الثلاث بيضات، هاخد عليهم رشه الملح ورشه الفلفل كده، رشه فلفل ورشه ملح. هنقلب كده. حاضر انا دقيقه واحده بس حالا، وهروح حط عليه الكريمه. الكريمه دي هتدي طبقه حلوه قوي كريمي للكيش او للفطيره اللي احنا عاملينها دي بشكل رائع. وبعدين هاخد الجبن كده. بسم الله. هحط هنا الجبن اللي موجوده او اللي انا حباها ايا كانت، يعني المتوفره عند حضراتكم. ده شيدر مثلا، هحط شويه من الموتزاريلا كده هنا، وهصب فوقه الخليط اللي احنا عملناه من البيض والملح والفلفل والكريمه. بسم الله كده. شايفين الجمال؟ اولا الجبنه هتبقى ملطت جدا جوه، يعني هتدوب جوه جدا ومع الخليط، وشايفين حضراتكم عامل ازاي. والفرن عندنا سخن على حراره 180. واخر حاجه هحطها هنا رشه بسيطه من جوز الطيب. كفايه هنام. يلا بينا. بسم الله على الفرن، حراره 180. عايزين تسخنوه 200 واول ما يدخل بعد 5 دقائق تهدوا النار. ماشي اهو، وهسيبه لحد ما ياخد اللون الذهبي والجبنه دي تسيح وتبقى جميله. طبعا هستسمح حضراتكم في استراحه، هنرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض ونبدأ في الشوط التاني، نشوف هنعمل حاجة من الحاجات المحببة البسيطة. مستنية حضراتكم.